تيكيتيزي. رجعنا لكم في تيكيتيزي وتوجه وقت أبطال الديجيتال. أبطال الديجيتال. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أبطال الديجيتال. ملا إحساس غريب. خذيت توكيل من عند أمير بعد ما عمل معايا انترفيو الجمعة اللي فاتت. دونك باش نعوضوا اليوم. قبل كل شيء نحب نقول إن شاء الله لاباس وربريكتك في أيادي أمينة. اليوم أصدقائي باش نحكيو على ترند في عالم ديجيتال وفي تونس خاصة وهي البودكاست. فما اللي مستانس بهم ويستهلك المحتوى هذا يوميا. وفما اللي يعني مؤخرا بعد البوليمية على البودكاست اخذ عليه فكرة خايبة. مؤخرا أصدقائي صناع محتوى عملوا بودكاست فحكيوا فيه بطريقة معينة خليت الناس تتقلق منهم، وهذا كما حكيت جمع الفت أثر علي أنا أصلا. فعندي حلقة متاع بودكاست ما هبتتش ولتاو هاني نخمم في ألترناتيف. هيت نبدأ واحدة واحدة. شنو هو البودكاست؟ محمد حسب رايك كيفاش نجمو نعملو كيفاش شنو الديفينيسيون تاع بودكاست حسب رايك انت؟ انا نحسو يشبه ياسر الكونسيبت نتاع الراديو، ما نعرفش معناه حوار اذاعي نحسو معناه، ولا انا غلط؟ يشبه شويه الحوار اذاعي. صحيح. هو ديزون راديو مسجله معناتها. اكزاكتومون. ديجا كي تحل السيت تاع الراديو تلقى مكتوبه بودكاست. بارتي كامله روبريك كامله فيها لي بودكاست، يعني هي اللايف هذاك مسجل. فماش ديفينيسيون اخرى، شنو هي الحاجات اللي نجم يكونوا جينيرالمون في بودكاست؟ تكون الحلقه على سوجي معين، ما يكونش فما معناها تنوع في المواضيع. ديما يكون كل بودكاست يعالج وضعيه معينه. فوالا هي فكره البودكاست هو انه قبل كانت فما الراديو. دونك انا توا نجم نقدم محتوى بلاش ستريس، بلاش يلزم امكانيات كبيره والاثير ونبعث ديزونتين وكل شيء، ونعمل محتوى نهبطه في لي بلاتفورم كل. هذيك هي الحكايه. دونك البودكاست دو باز راهو صوت، يعني مش عندهم تفهمين تشوفوا فيه ايماج، اما راهو قبل كانت البودكاست صوتك هاو. الحاجه تحفونا انك بودكاست ماكش مستحق تصور، ماكش مستحق امكانيات كبيره. انا نشوف البودكاست حاجه راقيه، نشوف محتوى راقي جدا. سيب ياسر تلقى بودكاست تافه هنا كبير، وانا نكتب سكريبت جيش نكتب مستحيل تلقى بودكاست تافه. وبعد فكرت الفازه اللي صارت فكتبت سيب شويه مش مستحيل، لانه ساعات تلقى حاجات مالوريزمون اللي تفه الكونسيبت هذا. يعني كان عندك فكره تحب تشاركها في محتوى معين وتعرف روحك عندك ما تحكي، وخاصه تطول يعني تحكي ياسر، الحل هو البودكاست. هو عباره على ايميسيون راديو اما مسجله. هيك علاش عزيزي المستمع نحبك شتوهك هاو باش نعطيك طريقه اقتصاديه تبدا بها البودكاست نتاعك. خلينا نتصوروا اللي عندك ضيف، يعني عندكم زوز تليفونات. حل تطبيق تسجيل الصوت اللي هو بار ديفو موجود، مي مستحسن تحمل تطبيق يسجل بفورما ويف باش تنجم تخدم الاوديو مليح في الميكساج. تطبيق الايفون اسمه اليس، وعلى الاندرويد اسمه دولبي اون. علاش الويف هذا؟ خاطرك تسجل ام بي 3 ولا تسجل فورما واحد اخر ممكن ماهوش يكون فليكسيبل ياسر في التريتمون دو صون، معناتها في صورة ما باش تتريتي صوت تحسن منه ولا باش تخدم الصوت نتاعك. كي تجي تسجل قرب فمك من الميكرو نتاع التليفون، اما حطوا التليفون حطوا على جنب باش اكل الحروف اللي تتنطق بطريقه كيما البي والبي ما يعملوش باللونجلي تسمى بلوسيفز، معناتها الهواء هذاك باش ما يعملش تخرخيش باش تستحفظ على الكورديو. وكل ما تقرب فمك اكثر للميكرو كل ما تتفادى الحس اللي داير بيك وليكو وغيره. هنا تنجم تهبط ديريكت بلاش ميكساج. فما ناس تنجم تسجل فما معناتها فما محتوى مزيان عرضوني نتاع توانسه بلاش ميكساج، معناتها ديريكتومون لا يركبوا موزيكا لا حتى شيء، مي مواضيع ياسر مهمه على تاريخ تونس وكل شيء يسجلوه يهبطوا ديريكتومون، فماش تريتمون. على اي بلاتفورم سواء جوجل بودكاست، ابل بودكاست، ولا سبوتيفاي فور بودكاسترز، هذا الكل بلوشي. مي يعني الخدمه وين تو؟ الخدمه وين في تخطيطك للمحتوى، في بناء الفكره، وخاصه في السرد. يعني انا نسمع في حد يحكي لي في حكايه جينيرالمون البودكاست نسمعوه نحطوه في الكهرباء تبدا تغسل في الماعون تعمل في حكايه طيب تحطه محتوى ما يطلبش انك تغزر معناتها. وهذا يجي بالبراتيك وباستهلاكك للمحتوى، يعني كي تسمع بودكاست ويت تفهم انت كيفاش الخدمه تصير. شفت ما ناقصك شيء باش تبدا. اي حد يسمع فينا توا وناوي يبدا معناتها في الوقت الروبريك هذيا
الروبريك هذه حفزته باش يبدا، نستناك تبعث لنا في يوم من الايام حلقه من حلقات البودكاست نتاعك، وانا نكون فرحان كان تكون معنا وبحثين هنا، خاطر انت وقتها تولي بطل من ابطال الديجيتال. ابطال الديجيتال.